السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأحبة في كل مكان، متابعي قناة هنا بغداد الفضائية، وحلقة جديدة من حلقات برنامج شارع السياسة. ليس هنالك أوضح أهمية من الإعلام، وليس هنالك أوضح تأثيرا من الإعلام، وليس هنالك أكثر تلاعبا بالعقول والقلوب من الإعلام. الإعلام سيف ذو حدين، معك أو ضدك. أمانة الإعلام مرفوضة عند الفاسدين ومطلوبة عند المظلومين. الإعلام منصة للتعبير المتاحة في زمن انقطاع سبل الوصول إلى المؤسسات التنفيذية، رغم المساحة التفاعلية لوسائل الاتصال، الاقتراب أو الابتعاد، المنطقي وغير المنطقي، التوافق والاختلاف في الإعلام. نتحدث بكل هذه الجوانب مع ضيوفي بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم متابعة قناة هنا بغداد على التردد الآتي، ويمكنكم متابعة برامج قناة هنا بغداد على هواتفكم الذكية من خلال تطبيق هنا بغداد تي في في أبل ستور لأجهزة الآيفون والآيباد، وفي جوجل بلاي ستور لأجهزة الأندرويد. وشاهدوا كل البرامج التي فاتتكم مشاهدتها على موقع اليوتيوب youtube.com/user/hunabagdadtv، وتواصلوا معنا على صفحتنا في الفيسبوك facebook.com/hunabagdadtv، وعلى تويتر @hunabagdadtv. ولمعرفة آخر الأخبار والمستجدات زوروا موقعنا الرسمي hunabagdad/news.tv. هنا بغداد، شاشة وطن. من جديد مرحبا بكم ومساء الخير عليكم مشاهدين أحبة في كل مكان، متابعي برنامج شارع السياسة عبر أثير قناة هنا بغداد الفضائية. الإعلام وما أدراك ما الإعلام. الإعلام وأهميته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكل الجوانب والمهمات الوطنية المقدسة. اليوم راح نتحدث بأهمية الإعلام للشارع العراقي، وأهمية الإعلام للمواطن العراقي اللي يعتبر الإعلام هو المنبر الحر للصوت العراقي وللمواطن العراقي، بغض النظر إن كانت مسموعة أو مرئية، إن كانت يعني مجلة أو إذاعة أو تلفزيون وإلى آخره من وسائل الإعلام. أبدأ وأرحب بضيوفي داخل الاستوديو اللي راح يشاركوني بحوارنا لهذا اليوم والمختصين بالشأن وبموضوعنا لهذا اليوم. الدكتور الأستاذ هاشم حسن، عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد. مساء الخير دكتور. مساء النور. مساء. وأيضا يسرني ويشرفني أنه أرحب بالإعلامي والكاتب العراقي الأستاذ سالم مشكور. أهلا. مساء الخير أستاذ. مساء النور. حياك الله. وأيضا عبر الأقمار الصناعية راح يكون معنا عضو مجلس النواب العراقي الأستاذ والدكتور محمد الطائي. مساء الخير دكتور إذا تسمعنا.
مساك الله بالخير، تحية لضيوفك الكرام والمشاهدين، شكرا جزيلا. حياك الله سيادة النائب. بالتأكيد مشاهدينا راح أبدأ بأسئلتي مع ضيوفي لهذا اليوم، راح نتحدث بكل ما أتاح لنا الإعلام العراقي والمنبر الحر من مصداقية عن موضوعنا لهذا اليوم، وأبدأ مع الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد. دكتور، اليوم نتحدث عن أهمية الإعلام ودور الإعلام اللي يعبر عن صوت المواطن العراقي وعن صوت الشارع العراقي بكل صراحة ووضوح. والله هذا إذا سمحت لي يعني سؤال كبير جدا. نعم. والمقدمة اللي حضرتك اللي تحدثت بها، أنا بقناعتي وأنا أفضل أنا أكون كصحفي وكاتب قبل لا أكون عميد وأكاديمي، هذه كلها شرفنا. أنت أستاذ الجميع. لا أنا ما زلت تلميذ بعالم الصحافة في هذا الشارع الكبير. الله يعطيك العمر. هذه حتى الآن كلها فرضيات. هل موجود إعلام حر؟ هل موجود مصداقية؟ هو اليوم اللي نبحث عليه هذا في برنامج. هذه الحقيقة خلال 10 سنوات من هذه التجربة اللي كان المفروض أن تكون تتويج لنضال العراقيين، نضالهم السياسي والثقافي والإعلامي. نعم. لكن أنه تجري الرياح بما لا تشتهي أصحاب الاختصاصات وأصحاب المدري إيش. المشهد غريب يا أخي العزيز، أنا هسه بقناعتي نقطة رأس سطر انخلقت عندنا سلطة جديدة، هي سلطة الإعلام الغير حر المسيس اللي مطلوب الشعب انه نطلع قانون ان تحمي الناس من هذا الاعلام الدخيل. هذا الاعلام، هذا الاصوات. اي اعلام تتحدث عنه دكتور؟ يعني تعتبر مسيس ودخيل يعني وغير حر؟ نعم. اكو شكل عندنا كيانات مهنيه اتجاهات اعلاميه كلها تابعه لسلطه او لاحزاب. نعم. من حق الاحزاب ان تطلع كذا، لكن انه تشكلت كيانات مهنيه هي امتداد للسلطه وسياستها، واللي همها الوحيد أن يكون الإعلام يتابع، أن يكون إنه كأنما بجمعية تعاونية للحصول على امتيازات وعلى كذا. أما هاي المبادئ والحرية وصوت المواطن وكذا، هذني كلها فرضيات. زين ما عاد دكتور، اللجوء للإعلام ممكن يكون ثقة بالمؤسسات الإعلامية لو مجرد لجوء لواقع الحال؟ أخي العزيز، إذا تريد أتحدث لك بالمؤشرات. نعم. الثقة بالإعلام، وهذا ليس معناه أنه ماكو إعلاميين كبار. نعم. وشرفاء ومؤسسات تناضل من أجل الاستقلال، من أجل أن تلعب هذا الدور الخطير اللي تحدثت عنه. نعم. نعم موجود، بس البضاعة بهذا الشارع المفتوح اللي ما يحترم به واحد إشارات المرور، واللي أنه السير عكس الاتجاه من الكبار، هذا الوضع. كبار المسؤولين تقصد دكتور؟ اي نعم. نعم. هذا إذن علامات الاستفهام كبيرة جدا. احنا هسه بس مؤثر الإعلام خلط مؤشر. أغلب اي مؤثر اخي العزيز، اي مؤثر الا اذا يطلع نائب محترم يشتم العراقيين. وين ردة فعل بالإعلام العراقي اللي تجبر الشلبي أن يعتذر من هذا الشعب؟ لا هذا بالتباس صار مجتزم. زين يعني القصد لا، وقضايا أكبر من هذا. زين قضايا أكبر من هذا، بس اعطيك احصائي. بس هو مو بس الشلبي، هواي مسؤولين. لا هو قصدي هاي كاخر حادثه. مسؤولين كل اخر حادثه مسؤولين. اخر حادثه. نعم. احنا هسه لو نجي نقيس، ما عندنا مؤسسه لمديات الانتشار، ايش قد عدد نسخ الصحف العراقيه يوميا بالشارع؟ تدري انه رغم كل هذه التعدديه من الصحف ما يزيد عدد توزيعها على 60,000، والمرتجع ربما ربحها. بمعنى لو تقيس 50,000 نسخة 30 مليون عليها، يصنف العراق ضمن البلدان الأمية، يعني ما تعرف الأبجدية. إذن إذا 50,000 نسخة، أكو افتراض آخر، 50,000 نسخة قد أنه كلها ما تكون مقروءة، الانقرائية إيش قد؟ هذا يدلل على أن الصحف انكسرت. خطأ اللي يقول لك انه الانترنت والفيسبوك. شنو سبب انكسارها؟ شنو سبب انكسارها؟ عدم وعي، عدم ثقافة، عدم اطلاع، عدم ثقة. عدم ثقة. انا اقول لك هسه نحكي، اعدد لك اسماء بعض المرتزقة اللي هم رؤساء تحرير. الف باء اخلاقيات الصحافة معدوم، هم واجهات لمسؤولين فاسدين. لو تطلع اعطيك مؤشر هنا، من 2000 قضية نشرت دكتور 2000 قضية نشرت على الفساد، هيئة النزاهة
أشرة 13 وحدة ممكن أن تصلح للمناقشة أو فتح ضبارة بها. شوف المؤشر 13 من 2000 سووا تشويش ولغط، أما لعدم المهنية أو لأنه مواجهات قذرة لمصالح شخصية. تمام، الآن هذا السؤال راح يوجه طبعا للأستاذ سالم. أستاذ سالم، شنو جوابك على ما تفضل به الدكتور؟ يعني ماكو مراقبة، أنت باعتبارك كاتب وإعلام واعتبارك أيضا في هيئة الإعلام والاتصالات عضو يعني فعال أنا جدا. أنا يعني اتفقت أن أتحدث باسمي الشخصي وعنواني المهني وليس الوظيفي. تمام. حتى أكون حر في الحديث. تفضل. ما أصاب الساحة الإعلامية التي ولدت بعد 2003، قبل 2003 ما كان عندنا إعلام، عندنا بروباغاندا سياسية. ما أصاب الساحة الإعلامية هو نفس ما أصاب الساحة السياسية، الساحة الاقتصادية، الارتباك، التشويش، الفوضى العارمة، وكل المفاهيم، أغلب المفاهيم التي حلت بعد 2003 هي لا مصداقة حقيقية لها. حتى مثلا الفيدرالية، هل لدينا فيدرالية حقيقية؟ لا، نظامنا غير فيدرالي الآن. نعم. لا يشابه أي نظام فيدرالي في العالم، شيء مشوه نسميه فيدرالية، الدستور قال فيدرالية. الساحة السياسية، شارع السياسة كما هو اسم برنامجكم، الشارع السياسي هل يسير ضمن ضوابط أخلاقية، ضوابط علمية؟ لا، ممكن في بعض الأحيان يسير، في كثير من الأحيان لا يسير. نعم. موضوع المحاصصة وغيرها والتوافق وكلها عمل مفاهيم مشوهة للعمل السياسي الحقيقي الديمقراطية. أما موضوع الإعلام، خلينا نرجع للإعلام. الإعلام تعرف إحنا فجأة مثل واحد كان في صندوق مظلم، فجأة يخرجوا تحت الشمس عشرات السنين، لا حرية لا إعلام حقيقي، فجأة انفتحت الساحة وانفتحت على في بيئة الظروف السياسية والأمنية لعشرات السنين أثرت كثيرا على النمط المجتمعي، على الأخلاق، على القيم، وبالتالي هذه الساحة، العاملون في هذه الساحة كثير منهم يفتقدون إلى كثير من القيم الأخلاقية التي لو كنا في ظروف أخرى لكان أدائهم أكثر التزاما وأكثر مسؤولية. دخل المرتزقون على هذه الساحة، كل فيها كل شيء، لكن فيها الحقيقيون أيضا، فيها المؤسسات الرقابية، أين من الدخلاء على الإعلام على الساحة الإعلامية؟ لا علاقة للمؤسسات الرقابية، هذه مؤسسات خاصة، أنا لا أتحدث عن إعلام حكومي أو إعلام دولة، هنا أنا أتحدث عن الإعلام الخاص. ساحة مفتوحة، كان طبيعي جدا أن يعني كل من يكون محطة أو ولا زال لما بدأت محاولات تقنين ووضع ضوابط بدأ الاعتراض، يعني بسبب المعاناة والكبت الطويل هناك حساسية وهناك حالة ممانعة ضد كل عملية تنظيم ووضع ضوابط اللي هي تحقق مصلحة الجميع، وبالتالي يعتبرون كل هذا تكميل أفواه ومصادر الحريات إضافة للتجاذب السياسي الموجود. هذا كله خلى وضع الساحة الإعلامية وضع مرتبك ضايعة بالاتجاهات، البوصلة يعني مفقودة، وبالتالي أدى إلى كل هذا الارتباك. لكن أنا باعتقادي بالتدريج يعني حقيقة اليوم دور الإعلام دور فعال، دور مؤثر، لكن بأي اتجاه، مؤثر سلبي أو إيجابي، ممكن سلبي وممكن إيجابي. نعم، اليوم التلفزيون له الدور الأول، وفي الدرجة الثانية الإذاعة، خصوصا نحن مع زحمة السير. نعم. اللي موجودة بشوارعنا، يعني هناك فرصة متسع أكثر لسماع الإذاعة، 67% إلى 60% للتلفزيون. هنا تكمن الخطورة، الناس تتابع والناس وعيها بكر، تصدق ما تسمع. هنا أيضا مكمن الخطورة الكبير، أن الإعلام إلى أي مدى يجب أن يكون ملتزم حذر، ملتزم بالقيم الأخلاقية، ملتزم بأصول المهنة، حتى طبعًا لا يوقع طبعًا المشاهد. استاذ سالم، احنا على سبيل المثال ناخذ الإيجابي، خلينا نترك السلبي، لأنه الحياة السلبية يعني هواي ولو نتحدث عليها ما تخلص، هناك إيجابي كثير. ناخذ الإيجابيات على سبيل المثال، أنه شفنا دور وسائل الإعلام الفعالة، من وصلت المناشدات من قبل وسائل الإعلام إلى دولة رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي عن طفل الأكل كيكة وطبعا والسمم، والكل عرف بهذا الموضوع. ما شفنا هنا مخاطبة وزارة الصحة لرئاسة الوزراء مباشرة، واتخذ سيد رئيس الوزراء قرار بدون اللجوء إلى الإعلام، إلا أن وصلت القضية للإعلام اتخذ قرار سيد رئيس الوزراء لمعالجة الطفل. هنا يأتي الدور المهم للإعلام، وهو الدور الرقابي. نعم. الإعلام هو عامل مساند للإدارة، وأنا أقول إدارة واعني السلطة بالمفهوم عندنا، لأن في النظم الديمقراطية لا يتسمى سلطة، يسمى إدارة.
هي مجموعة مختارة من قبل الشعب لتدير وتنظم أمور الناس. هنا يأتي دور الإعلام، هو مكمل وساند. هو ليس معنى ذلك أن يطبل ويزمر، لا، أن يشير إلى مواطن الخلل بروح البناء ولفت نظر المسؤولين وليس بروح الهدم. نعم. هنا الفرق بين إعلام إيجابي وإعلام سلبي. أتحدث عن الفساد ولكن بروح البناء مع الوثائق، مع الحذر من الوقوع في التشهير بأناس قد تثبت براءتهم. الإشارة إلى المشاكل الموجودة، إشارة إلى الخلل الموجود، كله من واجب الإعلام، إعلام هدام، من واجب الإعلام البناء هذا. نعم. وبالتالي هو يعين. هنا الإشكالية تقع بين الإعلامي أو الصحافي والمسؤول. بعض المسؤولين ما زالوا يتخوفون ويتخذون موقفا. نعم. معاديا من راح أرجع لك أستاذ سالم، عذرا عن المقاطعة. طبعا أحب أنوه لكل متابعي برنامج سياسة وأيضا صفحتنا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة برنامج شارع السياسة، إذا يظهر الزميل المخرج أي تعليقات راح تواصل من عندكم راح نقراها بالتأكيد لكل المتابعين. وأيضا يعني عندنا بعض من الصور ممكن نوضحها، هذا هو الرابط الخاص ببرنامج شارع السياسة. وراح طبعا أتوجه بالحديث مباشرة، إذا سمحت لي عفوا قبل ما تنتقل. نعم. للدكتور، الموضوع اللي أشار للدكتور حتى يكون توضيح. الدكتور الشلبي صار لغط حول الموضوع، حقيقة مو هالشكل. أنا أعتقد حسنا فعل الإعلام عندما لم ينساق إلى حملة التشهير. لنرجع للتسجيل الكامل. هناك مادة في الدستور كان هدفها تقييد المصارف بأن لا تمنح قروض بفائدة أكثر من 2%. كان هناك البعض يريد رفع هذه المادة، والدكتور الشلبي كان يصر على إبقاء هذه المادة لحماية الناس، لأن أصحاب المشاريع الصغيرة هناك قروض لهم، كان يريد إلزام مادة تلزم المصارف بأن لا تضع فائدة أكثر من 2%. أمام إصرار البعض على رفعها بعصبية ودفاعا عن الناس. نعم. قال شيلوها حتى يلتعن أبو الناس، هو حرقة على الناس وليس. نعم. لم يكن يسب الناس. أخذ هذا المقطع مجتزئا وبكلامه، لأن الكلام غير واضح، وفهم عكس حقيقته وبدأ التشهير به. حقيقة هنا الإعلام الحقيقي يجب أن يكون واعيا وأن يدقق في الأمور، لا أن ينساق إلى الفيسبوك وما يجري عليه وما يوضع عليه بدون قيود وبدون معايير. أوكي، وصلت الفكرة، شكرا أستاذ سالم. دكتور، بين ما يجهز ضيفنا الدكتور محمد الطائي، أحب يعني نوضح للمشاهدين رأيك بمواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر وسائل إعلام خطرة، أخطر من التلفزيون وأخطر من الإذاعة برأيك، وحتى أخطر من الصحيفة اليوم؟ أخي العزيز، يعني كل هذه الوسائل وأي وسيلة حتى التقليدية هي ممكن أن تكون نقمة وممكن أن تكون نعمة. كيفية استخدامها، وعي الشعب، يعني نعم، وعي الشعب باستخدام هذه الوسيلة السريعة المؤثرة اللي تنشر بدون قيود، الضوابط ايش قد انه الشخصيه الاخلاقيه المهنيه، هذا شيء. الخطوره بانه هاي الكره تدحرج لوسائل الاعلام مثل ما تفضل استاذ سالم. نعم. قد يكون شيء مجتزئ او شيء مو دقيق فبعدين تلعب دورها الخطير. نعم، هذه الثورات اللي يسموها الربيع العربي كان انه المحرك الاساسي. نعم. التواصل الاجتماعي اذا سوي مسح شامل لمحتوى هذه راح يعبر بدقة عن مستوى الشعب وثقافته وإخلاقياته وكذا، بالتأكيد. أيضا مستوى العلاقات ويا السلطة، الانطباعات، إحنا اللي المسح اللي يسويه يأكد لك على أنه فعلا أنه أكو فوضى غير خلاقة حتى في هذا المجال. تمام، خلنا ننتقل الآن إلى ضيفنا عبر أقمار صناعية ومن محافظة البصرة الفيحاء الباسلة بنخيلها الجميلة، الدكتور محمد الطائي، عضو مجلس النواب العراقي. دكتور تسمعني؟ أسمعك. نعم، حياك الله. دكتور، أنتم كلجنة إعلام تتفاعلون مع المواطن عبر مواقعكم الاجتماعية وصفحاتكم الشخصية، ولكن اليوم نرى أنه موقع مجلس النواب العراقي يمكن صار له تقريبا شهر أو شهرين ما مفعل، والعالم تعرف الأخبار عن مجلس النواب العراقي أول بأول. الكلام لك، تفضل. المسؤول عن أخبار مجلس النواب العراقي هو دار الإعلامية وليس لجنة الإعلام، الثقافة والإعلام النيابية. نعم أخي العزيز. إذا يعني هناك دائرة إعلامية مختصة، موظفين يستلمون رواتب مسؤولين عن هذا الموضوع وعن إدارة الموقع الإلكتروني وليست لجنة. احنا حبينا نوضح لحضرتك سيادة النائب باعتبارك انت عضو لجنة الثقافة والإعلام، يعني. نعم. وهذا ايضا الويب سايت. نعم. الخاص بمجلس النواب طبعا
هذا هو صار له تقريبا أكثر من شهر وشوية أنه لم يتم التحديث. إذا موجودين 1800 موظف وأعداد هائلة من الموظفين يعني فشيء غريب طبعا هذا العدد الكبير في داخل مجلس النواب. لا أستغرب أن يحدث مثل هذا الأمر. نعم. ليس فقط في الجانب الإعلامي. نعم. في كثير من الجوانب التنظيمية والإدارية حتى داخل مجلس النواب حتى داخل القاعة حتى داخل كثير من الأمور تجد. نعم. كثير من يعني الأمور الإجرائية الفنية الإدارية هم غير قادرين عليها، والسبب هو أن هذه الكتلة تعين هذا المقدار من الموظفين وتلك الكتلة تعين هذا المقدار من الموظفين. خلينا نبقى موضوع حلقتنا أفضل. تمام. أفضل. دكتور يعني شنو القوانين والتشريعات اللي ممكن راح تقدموها خلال هاي الدورة اللي تخص الثقافة والإعلام وأهمية هذا الدور الكبير؟ جميل. نعم شكرا جزيلا، هذا سؤال مهم. تحية لضيوفك مرة ثانية والمشاهدين الكرام. طبعا إذا تذكر قبل فترة أجرينا جلسة اجتماع. نعم. إلى منظمات المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام العراقية جميعا. نعم. في داخل تحت قبة مجلس النواب دعوناهم جميعا للحديث إلى إليهم لاستماع إلى مقترح الأفكار التي قبل جميع الحاضرين. الحقيقة كانت آراء قيمة مهمة محترمة فيما يخص موضوع حرية التعبير إذا كان هذا الأمر يهم محاورنا لهذا اليوم فيما يخص موضوع الإعلام في العراق، وأيضا إلى تشريع القوانين الجديدة. فاستمعنا لهم طبعا مع لجنة حقوق الإنسان، نحن في اللجنة ثقافة الإعلام، وكان هناك ملاحظات حقيقة سجلناها جميعا، ونعمل الآن على تعديل كثير من الأفكار خلينا نسميها والقوانين التي قبل أن تطبع أو تنشر أو توزع سنعود مرة أخرى للتحاور مع نفس وسائل الإعلام، بل مع المزيد من وسائل. نعم. الإعلام، مع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وكل من مهتم بحقوق الإنسان وحرية التعبير. نعم. مرة دكتور أخرى محمد إذا تسمعني. لكي نخرج بنتيجة نهائية بصيغة نهائية. نعم. لهذا القانون الجديد. دكتور محمد إذا تسمعني، يبدو دكتور هاشم حسن عند مداخلة يريد يوجه لك إياها إذا تسمح. أحيي الأستاذ محمد على هذه الهمة، وأحيي هذه اللجنة اللي لها دور خطير يعني. بس أنا عندي عتب معين مو شخصي، أقول بالعراق أكو أربع كليات إعلام فقط، كلية إعلام جامعة بغداد عندنا 103 تدريسي بينهم يحملون شهادة البروف. نعم. وعندهم رصيد كبير من البحوث. هؤلاء جميعا وصحفيين محترفين، لم يتم دعوة أي شخص من عندهم، ودعوا من خلال جهة صحفية معينة، بعضهم أستطيع أن أسميه لم يكتب مقال في حياته، وبعضهم لا يحمل حتى الشهادة الابتدائية. فلماذا هذا التهميش ولماذا الاعتماد على السلطات هي تعتقد أنها هي الممثل الشرعي والوحيد للصحفيين على طريقة ياسر عرفات مال منظمة التحرير الفلسطينية؟ هذه الضبابية من هذه اللجنة ستؤدي إلى كوارث، لأن سيناقشون قوانين لا يعرفون أنه معناها ولا قيمتها. المفروض صحفيين محترفين من أصحاب الخبرة. نعم. هم اللي يقعدون ولهم جرأة أن يقولون هذا صح وهذا خطأ. نعم. إذا مشينا على هذا المنوال فأقرأ السلام على القوانين. نعم. التي ستأتي. دكتور محمد يعني أيضا أستاذ سالم مشكور عند مداخلة. شكرا. أنا أتمنى أنه توضح لضيوفي وللمشاهد العراقي. مهم جدا العتب. نعم. مقبول. نعم سالم محمد. نعم. بس خليني اجاوب دكتور هاشم. تفضل طبعا دكتور. هذا العتب مهم جدا، العتب مقبول من الاستاذ دكتور هاشم اخونا واستاذنا. طبعا اللجنه التي اشرفت على دعوه الاخوه العراقيين يعني صار لها تشتغل بالبرلمان حسب معلوماتي 8 سنوات، فيفترض انهم لا يفترض انهم يكونوا قد نسوا الذي ذكرتهم في هذه المعاهد والكليات دكتور هاشم. على كل أنا سجلت هذه النقطة، لا أعتقد أنه في المؤتمر المقبل إن شاء الله سيكون الجميع حاضرين وكل الآراء تبقى محترمة، علما أن وسائل الاتصال ممكن أن تكون سهلة مباشرة عن طريق الفيسبوك، صفحاتي أنا موجودة عن طريق نحن يعني أنا وياك أظن أن نحن أصدقاء، فممكن التواصل أيضا عن هذا الطريق، وبالتالي يمكن تصحيح كثير من الأفكار والقوانين دكتور هاشم. نعم دكتور محمد، يعني هذا أكيد من واجبكم أنت كعضو مجلس النواب وتمثل الثقافة والإعلام بالشارع العراقي، هذا من واجبك ومن دورك أنه لا تنسى
أبرز الشخصيات العراقية أمثال الدكتور هاشم وكثير من الشخصيات العراقية البارزة في الإعلام. وأيضا يبدو الأستاذ سالم أيضا عنده مداخلة يحب يوجه لك. لا بس تعقيب بسيط. تحية أولا للصديق العزيز الدكتور محمد. ما تقوم به لجنة ثقافة الإعلام هو شيء طبيعي ومطلوب في نظام ديمقراطي. القوانين في نظام الديمقراطي لا تفرض من فوق، إنما مسودة القانون تعرض وتناقش مع أصحاب الشأن الذين ستطبق عليهم هذه القوانين أو المعنيين بتطبيقها. وبالتالي الكثير من الآراء ستتوفر لدى المشرع مما تمكنه من تقديم قانون قابل للتطبيق، لأن تعودنا على قوانين غير قابلة للتطبيق. مثلا أحد القوانين صودق عليه ولم يكن بالإمكان تطبيقه لأنه فيه الكثير من الثغرات، لأنه لم يناقش. أي قانون تحدث فيه أستاذ سالم؟ يعني ما عن قانون حرية شو اسمه، حماية الصحفيين. حماية الصحفيين يعني لم يطبق لأنه لم يخضع لنقاش كافي، كان مطلوب فقط سلقة لتحقيق يعني امتياز لشخص أو لجهة أو لكذا. مع لسنا ضد ذلك، لكن أنا أعتقد حتى يكون قانون قابل للتطبيق نريد قانون يطبق، لأن نريد النتيجة وليس استعراض فقط إصدار قوانين. لكن تبقى هذه الإشكال. أعتقد الدكتور حسن ما كان يعني نفسه هو بقدر ما يعني شريحة كبيرة طبعاً من أهل الشأن، خاصة الأساتذة الممارسين العمل الإعلامي. وهؤلاء هم الأقدر والأكثر كفاءة، وكلهم أصحاب كفاءة طبعا، لكن أيضا هؤلاء هم مبتلين بمشاكل هذا القطاع ومجربيها ويخوضوها، وبالتالي عندهم وجهة نظر تكون مهمة جدا. نعم دكتور محمد، عندك جواب على ما تفضل به الأستاذ سالم مشهور؟ نعم. لا هو مو سؤال، هي فكرة طبعا جيدة جدا. المداخلة يعني. نعم أتفق مع زميلي وأخي أستاذ سالم. نعم فكرة جيدة جدا. طبعا احنا اللي ناقشناه ما فعلناه حتى هذه اللحظة، وهذه لأول مرة تحدث، أن لجنة الثقافة والإعلام تدعو الصحفيين ونقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للاستماع. شوف جلسة استماع، نحن كنا مستمعين فقط. نعم. ونسجل الآراء، وبكل احترام سجلنا جميع الآراء وأخذت بنظر الاعتبار، علما أن القانون لم يقر حتى هذه اللحظة. زين. هناك مداولات أخرى ومناقشات ما زالت. نعم. الكثير من الأمور سيتم تعديلها حتى نخرج بنتائج، إلى أن يتم تعديل القانون ثم يعرض مرة أخرى، أكرر، يعرض مرة أخرى. نعم. على وسائل الإعلام وعلى الصحفيين وإلى مؤتمر آخر جديد ثم يتم إقراره. ليس. نعم. هناك دكتور محمد إذا تسمح لي بين قوسين. نعم دكتور. قوانين تنزل من لجنة الثقافة والإعلام النيابية. نعم دكتور إذا تسمح لي، قبل أقل من شهر وجهت كتاب لرئيس البرلمان يتحدث عن مشكلات 12 قناة تعتبرها الهيئة محرضة للإرهاب. هل تعتقدون أن الهيئة ظلمت بعض من هذه القنوات الـ 12؟ شكرا جزيلا. هذا السؤال مهم الحقيقة، يقودنا إلى الحديث عن محاور عديدة. أولا يعني باعتباري مدير إحدى هذه القنوات التي ذكرت في هذا القرار، ولا أدري شلون استضافيتوني، ما تخافون على أرواحكم، إحنا قناة محرضة للإرهاب. إحنا هذا هو شارع سياسي دكتور. جرى توضيح الموضوع انتهى. دير باكم على هنا بغداد، لا يحطوها ويالي. لا إحنا هذا الشارع العراقي هو اللي يقول، مو إحنا نقول الحقيقة. نعم تفضل دكتور. صدرنا بيان من لجنة الثقافة والإعلام الثقافة النيابية الحقيقة إلى رئاسة مجلس النواب، وكذلك نسخة منه إلى رئاسة الوزراء، فضلا عن رئيس الجمهورية. طبعا القصد منها هو الاعتراض القانوني والدستوري على ما قامت به هيئة الإعلام والاتصالات بخصوص توجيه الاتهامات للتحريض بالإرهاب على 12 أو 12 قناة فضائية، ومنها الفيحاء طبعا على سبيل المثال للحصر، فضلا عن القنوات الأخرى. لكن مع الأسف هيئة الإعلام والاتصالات لم تأخذ أو لم تدرس ولم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية لهذه الاتهامات. على سبيل المثال دكتور، أولا دكتور إذا تسمعني، شنو نوع الإرهاب اللي كنتم تقدموه من خلال الفيحاء؟ بس أكمل الفكرة. نعم بس أكمل. شنو نوع؟ بس أكمل الفكرة. يلا تفضل. لم تقدم الأدلة على ذلك، لم تقدم الأدلة على ذلك أولا، ثم لم تستمع إلى المتهمين الذين كيلت لهم هذه التهمة بين قوسين، بمعنى أنهم من حقهم حسب قانون هيئة الإعلام والاتصالات أن يكون هناك لجنة طعن تستمع إلى هذا المتهم ثم لكي يدافع عن نفسه، ثم هيئة الطعن عندما تقرر بعدها يمكن أن تذهب الهيئة إلى لجنة لها علاقة أو جهة مختصة كمحكمة النشر وغير ذلك لكي يتم اتخاذ القرار النهائي. لكن الهيئة مع الأسف صدرت القرار إلى وزارة الداخلية وطلبت من وزارة الداخلية
تنفيذ هذا الأمر، وهذا أمر مرفوض بل هو مخالف للدستور والقانون. نعم استاذ سالم، شنو عندك تعقيب عن هذا الموضوع؟ أنا اتفقت أتحدث باسمي الشخصي والعنوان المهني، لكن بس أوضح هاي النقطة للدكتور. نعم. محمد صبر. والمشاهدين الكرام، طبعا نتجاوزنا موضوع، يعني كان هناك خطأ في موضوع إدراج قناة الفيحاء. لا يمكن لعاقل أن يقول أن قناة الفيحاء هي قناة محرضة على الإرهاب أو داعمة للإرهاب. أنا لا أنا أتحدث عن القناة التي تخص أخينا محمد، دكتور محمد. بس هناك يكون حتى قناة بغداد، لا لا لا، هناك قنوات أخرى. يجب أن لا ننسى أن هناك قنوات كانت محرضة وداعمة للإرهاب وداعمة لداعش بمصطلحاتها بأفلامها. لا يجب أن لا ننسى ذلك. نعم غيروا منهجهم بعد ذلك، هذا شيء آخر، هذا مطلوب ورحب به، والوطن يستوعب الجميع، ونتمنى من كل الذين ضلوا الطريق أن يعودوا إلى الطريق الصحيح. هذا فشيء يعني كانت هناك قنوات. نعم هذه القنوات كانت هناك قنوات هيئة الإعلام والاتصالات، كما أنها ترصد القنوات المحرضة على الإرهاب أيضا ترصد القنوات الوطنية وتقوم بالاتصال بها والإشادة بها وما حدث مع يعني هذا هنا بغداد، يعني في هنا مع هنا بغداد إحدى القنوات التي، وما زالت هناك عملية اتصال من قبل مجلس الأمناء، زيارات لقنوات الوطنية. هذا هو دور هيئة الإعلام. ممتاز. باستثناء موضوع الفيحاء هناك قنوات كانت محرضة، وبالتالي أما الآلية التعاطي مع هذه، بس أصحح للدكتور محمد، حسب قانون 65 الهيئة تأخذ قرار، القرار ملزم بالتطبيق، لكن من حق الجهة المتضررة بالقرار أن تطعن أمام مجلس طعن قضائي خلال شهر. نعم. بعد أن تلتزم بتطبيق القرار، يعني عندما يصدر. ما أناقش أنا هذا القرار واستعجال اللي كان به، لكن أتحدث عن الآلية الموجودة. أستاذ دكتور هاشم، شنو عندك تعقيب على الموضوع؟ نتحدث بصراحة أنه الشعار الواقعي اللي يجب أن نطرح لأداء وسائل الإعلام، ما ندخل بالإعلان العالمي، مادة 19 والمادة 29، هذا التوازن. نعم. ما بين الحرية والمسؤولية. المفروض قنواتنا أنه لا تعتمد لا التسقيط ولا التصفيق. نعم. توازن بين هذا. بعض القنوات، أنا من خلال مسؤوليتي الإخلاقية أقول بعض القنوات ومحددة ومعروفة تمارس عملية دعم للإرهاب وتفتيت اللحمة الاجتماعية، فغلقها أمر ضروري وحقيقي، وليس كل ما تقوم به الهيئة احنا نعتبره قمع للحريات. لا طبعا بالتأكيد لا أعرف. أنا أعطيك هسه أعطي مثال. نعم. قناة قبل 72 ساعة احنا قاعدين بمجلس جامعة بغداد وبحضور معالي الوزير، خابرون انه سب تايتل انه وزارة التعليم العالي تطرد جامعة بغداد 2500 طالب من المهجرين. هذا عار عن الصحة تماما، خيال مريض الصورة. دكتور شلون التعامل مع هذه الأخبار؟ يعني شلون العزيز، أولا هذا مو نقص مهني. لو أكو نقص مهني ما تغلط الجزيرة. لا بالتأكيد مو نقص مهني، هذه محسوبة محسوبة. أخي أكو هسه بعض القنوات الرئيسية، ما أريد أذكر أسماء حتى لا تصير أنه قذف وتشهير، المسؤولين عليها يريد يهيئون نفسهم أو جهة تريد تهيئهم للانتخابات المقبلة، ولذلك جاي يحرضون لإسقاط سياسيين وإسقاط كثيرين، ويلعبون على أنهم شعبيين ومواطنين وكذا. هذه القنوات التحريضية يجب أن تغلق. مثال عربي، إحنا مو المحيط العربي يحكي بالديمقراطية. نعم. قناة العربي خلال 24 ساعة باليوم الأول أغلقت، لأن طلعت معارض بحريني مجرد وجهة نظر وكذا. نعم. إحنا ليش نخاف من هذه القنوات؟ أنا أقول لك بعض المسؤولين والفاسدين يخافون للشهر بهم هذه القنوات، أغلقها. وهذا أنه يجب أن يصدر قانون أو الهيئة تقوم بهذا، حماية المواطن من أجهزة التحريض. أربعة إرهاب التحريض جزء من 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 عملية القتل والتدمير. دكتور على ما ذكرت يقال أن بعض الوزارات عندها بلاك ليست تخلي القنوات الجارية. أخي أسألني أقول لك، أي هل يجوز لقناة تدعي محاربة الفساد أنه مديرها متهم رسميا بالقضاء العراقي أنه فاسد؟ هل يجوز ذلك؟ زين. هذا مفتوح على أستاذ محمد. أي هو هل يجوز راح يجاوب. أنه واحد يدير عملية نقد ورقابة والقضاء العراقي أدان بالفساد؟ راح يجاوبك دكتور، دكتور محمد الطائي راح يجاوبك ويانا. تفضل دكتور محمد جواب لك. شوف، ليس هناك خلال مسيرتنا الإعلامية منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة
ليس هناك رأي يقول بإجازة القنوات أو وسائل الإعلام التي تحرض على الإرهاب أولا. نعم. ثانيا خلال مسيرتنا كنا من يعني المدافعين عن الشعب العراقي وعن العملية السياسية بالرغم من اختلافنا وبالرغم من فسادها المالي والإداري، ولكن كنا ندافع عن النظام بشكل عام. نعم. وكنا لا أتحدث عن الفيحة، أتحدث عن الإعلام بشكل عام. أما أن يكون هناك قطاع خاص يعمل على هذه الطريقة فهذا يمكن محاسبته، لكن نحن حديثنا الآن عن يعني ذكرت مثالين ذكرهم دكتور هاشم، يعني أشكره هذه الغد العربي ما أعرف شو اسمها أو العربي هذه قطاع خاص تم إغلاقها ليس من قبل دولة وإنما من قبل مالكها، تم إغلاقها مالكها هو الذي أغلقها لأنها استضافت معارض بحريني. لا بس أجل القرار دكتور عذرا عن المقاطعة، أجل القرار من قبل محكمة دكتور، أجل قرار من قبل محكمة إغلاق هذه القناة هالمحطة. تفضل بس أكمل الفكرة. تفضل. هيئة الإعلام والاتصالات عليها أن تتبع القانون، القانون يقول عليها أن ترفع أي دعوة وأي مشكلة وأي وسيلة إعلامية تعرض على الإرهاب ترفعها القضية إلى محكمة مختصة، المحكمة المختصة تقرر ثم تأتي بهذه القناة المتهمة دكتور لكي تدافع عن نفسها إن كان معترف بها دكتور إن كنا نستطيع ذلك فعلا. نعم. دكتور نأتي بهذا بس أكمل بس أكمل بس أكمل بعد أن يصدر الحكم لماذا بس شوفوا لماذا، لأن النظام الداخلي قلبي النظام الداخلي لهيئة الإعلام والاتصالات لا يجيز لها، يقول لا يجوز لها التدخل بمحتوى البرامج وتوجيه عقوبة أو تنبيه لوسائل الإعلام، ولكنها فعلت وتدخلت مع الأسف. خلينا نشوف جواب استاذ سالم مشكور وبعدين ارجع للدكتور عزيزي. دكتور محمد يفترض ان تكون هناك دكتور محمد محكمة. دكتور محمد المحكمه هي التي تقرر. دكتور محمد يجاوبك استاذ سالم. لجنه الطعن موجوده داخل هيئه الاعلام والاتصالات دكتور محمد هي التي من حق المتهم ان يدافع عن نفسه في داخل لجنه الطعن، لم يتم تنفيذ هذه الشروط. دكتور محمد اسمح لي بس يعني ارجو ان تقرا القانون 65. اولا ماكو هيك شيء، اولا ماكو نظام داخلي بالهيئه. لا لا للاسف ما يخالف، انا يعني ما كنت ما افضل لم اكن افضل ان الحلقه تتحول الى هذا الموضوع ونستغرق وقتنا، اكو مواضيع اهم، لكن ما زال طرح الموضوع. اولا ما ليس هناك نظام داخلي في هيئه الاعلام والاتصالات، هناك قانون امر 65 لسنه 2004 قانون. نعم هو قانون 65 لهيئه الاعلام والاتصالات، 66 يخص شبكه الاعلام والاتصالات. هذا القانون هو من صلب عمله مراقبة خطاب وسائل الإعلام. هذا القانون مستقى من قانونين، قانون يحكم عمل هيئة الإعلام والاتصالات البريطانية وقانون يحكم هيئة الإعلام والاتصالات الأمريكية، الأولى تسمى أوفكوم الثانية تسمى FCC. هيئة الإعلام والاتصالات البريطانية أصدرت قراراً بعقوبة 100,000 جنيه على محطة بريس تي في لأنها استقبلت اتصالاً هاتفياً أساء لجهة معينة ولم تغلق الخط أو ولم تردعه. وعندما لم تدفع الغرامة خلال شهر صدر قرار من المدير بإغلاق هذه القناة ووقف بث هذه القناة في بريطانيا. فيما يخص القانون من صلب عمل هيئة الإعلام والاتصالات هو متابعة أداء هناك قواعد البث والإرسال ملزمة. اسمح لي خل أوضح الموضوع. هسه وضحت الفكرة. لا 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 ما وضحت. لا ما وضحت. أكو قضايا أرجوك لن تفر أرجوك لن تفر بس هاي نقطة خليها توضح بس حتى الدكتور محمد عزيزنا والمشاهدين الكرام. هناك هذا القانون يقول أن الهيئة إما المدير العام أو من خلال لجنة الاستماع تصدر قرار معين بناء على عملية رصد وتحليل للمادة، وفيما إذا هناك خرق هناك قواعد البث والإرسال مدونة سلوك ملزمة التطبيق لأنه مشروط على الالتزام بها في عقد الترخيص. نعم. عندما يصدر هذا القرار يجب أن ينفذ من قبل الجهة المعنية، إذا كانت متضررة تشعر بالظلم تذهب إلى مجلس الطعن داخل الهيئة، لا علاقة للقضاء خارج الهيئة بهذا الموضوع، لا تقدم ولا تشتكي الهيئة أمام أي جهة قضائية. نعم. محكمة النشر شيء آخر. زين. علاقتنا علاقة الهيئة مع المؤسسات الإعلامية وليس الأفراد، محكمة النشر مختصة بالأفراد الذين يشتكون من بعض الوسائل أو من بعض الصحفيين. استاذ سالم لا علاقة الهيئة بالموضوع.
يعني أكو بعض الفضائيات العراقية اللي هي الشارع العراقي يعني قر بالإجماع أنه هذه الفضائيات وطنية عراقية مخلصة. يعني خلينا نحدد بالتحديد، خلينا نقول نتجاوز هذا الموضوع. مثلاً قناة البغدادية الفضائية ودورها الفعال في الإعلام العراقي، كانت عندكم قرار بإغلاق هذه القناة، اعتبرتوا أن هذه القناة هي تحريضية رغم أنها القناة وطنية وتقدم خدمة للشارع العراقي. أنا نقطة نظام أعترض على هذا الحكم اللي صدره قناة البغدادية عليها مآخذ كثيرة، وأعطيك آخر مثال. مثل شنو؟ من اللي طلع مثلا، خلي يعتبر شخصي، من تطلع القناة تقول أنه سبتايتل أنه مظاهرات أساتذة وطلبة كلية الإعلام يظاهرون بالمتنبي، أتحداهم من خلال قناة أن يذكرون لي اسم أستاذ واحد وطالب ممكن واحد. ممكن أخطأ تورد حبي مخطأ، لأن مدير القناة تم ترقيم مدير القناة في بغداد تم ترقيم قيدا لأسباب هو يعرفه ما أريد أشهر به، استغلها القناة والخشلوك رسميا أبلغناه أكثر من مرة، وما زالت هذه القناة تمارس عمليات الإسقاط الشخصي والسياسي بدوافع كثيرة تمهيدا لترشيح الخشلوق للانتخابات المقبلة أسوة بسعد البزاز. هذه القناة خارج عن الإطار المهني، والخروج عن الإطار المهني هو خروج عن الإطار الوطني. زين أساساً شلون يتم التعامل مع هذه الفضائيات اللي الآن تعتمدوها أن هذه الفضائيات خارج عن القواعد والسلوك الإعلامي؟ هناك قانون وهناك هيكلية قضائية داخل هيئة الإعلام والاتصالات. نعم. مجلس الاستماع أو لجنة الاستماع هي بمثابة محكمة بداء، مجلس الطعن تابع لمجلس القضاء الأعلى، ويعين أعضاء مجلس الطعن هم قضاة تمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى. نعم. وفق القانون ووفق السياقات المعمول بها وفق القانون يتم التعامل. بعض المحطات تتمرد، بعض المحطات خرجت عن كونها محطات إعلامية تلفزيون، تتصرف كحزب سياسي. نعم. وتصدر تقييمات وتصدر وتوارث عملية إسقاط تسقيط سياسي ضد الآخرين، تنتهي كل المعايير الموضوعة، وبالتالي عندما يتخذ إجراء بحقها تقوم الدنيا ولا تقوم. أنا لا أتحدث عن قناة محددة بذاتها. نعم. فيما يخص القناة التي ذكرتها لا مشكلة، هناك قانون الآن الهيئة في إقصاد المراجعة ودعوة كل القنوات إلى أن تعود التي كان بحقها مخالفات، تقدم تكون هناك عملية تسوية وتقدم تعهد بالالتزام بالضوابط، وضوابط هي لحماية الناس، لحماية النظام العام، حماية الأمن بشكل عام، تلتزم بهذه وتعود إلى العمل حسب الضوابط الموجودة. نعم. دكتور، يعني أنت كأكاديمي ورجل مختص، هل الإعلام استفاد من انفتاح بعد عام 2003 وبالتالي درس حالة من المجتمع واقتراب منه بطريقة خلينا نقول مهنية؟ أخي، وسائل الإعلام بالعالم كله يعتمدون على مبدأ الفيدباك. يعني هنالك مؤسسات كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا تقيس أنه مدى الانتشار لكل برنامج وكذا، وبعد في ضوء ذلك يقيمون الجمهور، وبحوث يسمى بحوث الجمهور، شوف اتجاهات الجمهور أزاء هذه البرامج، وعلى ضوءه يتم تعديل البرنامج، إلغاء البرنامج، تطوير البرنامج، تغيير وقته إلى ذلك. أنا اللي قصدت، مع احترامي للأكو مهنيين ووطنيين بقناة البغدادية، هذه دعوة لكل الفضائيات. العناصر اللي يستخدمون الإعلام كوسيلة للتصفية الشخصية أو السياسية طبعا يجب أن يتم إبعادهم، طبعا هذا حتى مرفوض. تبقى هاي القنوات تؤدي هذا الدور الوطني بالرقابة، أكو جهد وطني، لكن أكو بعض الملفات تستخدم لمحاربة الفساد بقضية فساد أخرى. نعم. ولذلك انه يجب ان نعيد النظر، ومو دائما نمشي، يعني احنا مطلوب من وسائل الاعلام ان ترتقي بوعي الجمهور وبذائقه الجمهور، مو تنزل تهبط للاثاره الصحفيه الرخيصه. نعم. دكتور محمد، استاذ ارجع لك استاذ سالم. دكتور محمد، يعني الشارع السياسي يقول بعض النواب يأججون الشارع من خلال تصريحات طائفيه او فئويه، ممكن تمنعون هؤلاء النواب لو الموضوع ممكن خاضع للمحاصصة وللطائفية وبقية التفاصيل؟ بصراحة أنا لم أنصف طبعا في موضوع الوقت مع الأسف، ما أدري ليش، لأن يمكن بالبصرة بعيد عليكم. على كل أقول بس توضيح بشكل سريع فيما يخص ما ذكر الزميل سالم، أود أن أوضح أن بالنسبة لقانون هيئة الإعلام والاتصالات بشكل سريع بدقيقة واحدة، تفضل.
ارتباط هيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب. المادة ثانيا هذا قانون 65 نفس اللي تحدث عنه الأستاذ سالم. نعم. فضلا عن موضوع هذا رقم القانون 103 دكتور. لم تسمح مادة 103 لم تسمح الهيئة يعني خليني أكمل. إيه نعم تفضل. المادة 103 بس أريد نوضح للمشاهد. المتهمة بمراجعة هيئة الطعن. ليه تعرف ليش لم تسمح لها؟ لأن هيئة الطعن موظفين داخل هيئة الإعلام والاتصالات حتى وإن كانوا قضاة أو كانوا لهم علاقة بالقانون. هم موظفين يأخذون راتب من الهيئة. لا أبدا. فالأمر يعني تقريبا منتهي يعني. لكن أقول كما أن هناك أتفق مع الأستاذ هاشم أنه أحزاب تحرك هذه الوسيلة أو تلك. هناك كتل سياسية أيضا تحرك هيئة الإعلام والاتصالات. يفترض أن تكون هيئة الإعلام والاتصالات تابعة لمجلس النواب وليس إلى مجلس الوزراء. بس هذا تصريح خطير دكتور. أنت كنائب هذا تصريح في غاية الأهمية. نعم هذا التصريح خطير. خلي أكمل. نعم هذا التصريح لا راح أخليك تكمل دكتور. اسمح لي راح أخليك تكمل. هذا التصريح خطير وحصري قناتنا بغداد برنامج شارع سياسي. إنه هيئة الإعلام والاتصالات إدراج قناة الفيحاء. نعم. رقم 8 اي نعم ادراج قناه الفيحاء رقم 8 بالقنوات المحرضه على الارهاب هو من نتائج ملحمه الولايه الثالثه مال السيد نور المالكي التي لم تتم الحمد لله. فهذه ايضا امور لازم يعرفوها الناس. مع الاسف خليني حديثنا حول الاعلام كنت افترض انه بعد سقوط النظام 2003 اننا سنذهب لنقدم هذه الخدمه الاعلاميه المجانيه للعراقيين ونشتغل على الاعلام ووسائل الاعلام ونبني البلد فكريا ثقافيا. لكن مع الأسف اشتغلنا بالمحاصصة في كل المجالات حتى في وسائل الإعلام. مع الأسف الشديد هناك إعلام سني وهناك إعلام شيعي وهناك تم تصنيف وسائل الإعلام هذا التصنيف الحقيقة الغير عادل وغير منصف بسبب محاصصة الكتل السياسية التي أثرت على كل شيء. وهذا النائب الذي يتحدث لسؤالي هو يتحدث بعنوان المحاصصة لأنه تابع لكتلة تدافع عنه مع الأسف حتى وإن أخطأ كما تدافع عن هذا الوزير الفاسد ماليا واداريا. زين. دكتور اذا تعطينا وقت دكتور اذا تسمح مجموعه شريحه من المجتمع العراقي. سياده النائب دكتور محمد خلينا نشوف رد وكلام الاستاذ والاعلام الكاتب سالم مشكور. تفضل. لا مو بس توضيح دكتور محمد عزيزي. ليش اقول لك ارجع الى قانون الهيئه وشوف شنو. مجلس الطعن لا علاقه لا ارتباط لا اداري ولا وظيفي بهيئه الاعلام والاتصالات. موجود موقعه في داخل الهيئه لكن رواتب القضاة من مجلس القضاء الاعلى اداريا مرتبط يعينون من قبل مجلس القضاء الاعلى. لا عزيزي ما تابع للهيئه. هو يقوم هو تابع للهيئه. ما تابع للهيئه عزيزي. اقرا القانون ارجوك. مو فد معضله. لا تبنيت عليها. هاي معلومه دكتور محمد. كان يفترض ان نستفيد من هذه المساحه الاعلانيه الكبيره. وانتم سقتونا الى موضوع هذا. سنوات 11 سنه لا الدوله استطاعت ان تبني اعلاما ناجحا من خلال الاستفادة من الإعلاميين. ولا وسائل الإعلام المختصة أو الخاصة القطاع الخاص استطاعت أن يعني تقدم أو تستمر بتقديم هذه الخدمة الإعلامية. مع الأسف كنت نتمنى فعلا أن نصير مثل بريطانيا. الدولة تدفع لوسائل الإعلام لكي تستطيع أن تقدم تراقب الحكومة. لكن هذا لم يحصل مع الأسف. الكتلة السياسية التي تسيطر على الحكومة تريد أن تهيمن على كل شيء. على وسائل الإعلام وعلى القرارات وعلى الوزارات مع الأسف. وهذا ينطبق على ما حدث في العراق خلال 11 سنة الماضية. دكتور محمد إن شاء الله بالمستقبل أختصر إن شاء الله. بالأيام ربما الأسابيع الأشهر المقبلة لا أدري يتغير تفكير العقل السياسي العراقي القائد السياسي العراقي ويستطيع النائب. فعلا أن يحتوي جميع وسائل الإعلام لكي تستطيع أن تقدم خدمة إعلامية مجانية للعراقيين. نعم سيادة النائب يعني أريد الوقت يداهمني جدا بنصف دقيقة لو سمحت عن السؤال اللي وجهت لك إياه. بعض أعضاء مجلس النواب العراقي بخطاباتهم السياسية يحرضون الشارع العراقي بغض النظر أنه كانوا ينتمون لجهة معينة بس هي معروفة لأنه ينتمون ممكن لطائفة معينة. ما تقدرون أنتم تمنعون بعض هذه الشخصيات من التصريحات النارية والخطابات اللي تأجل الشارع العراقي بصراحة؟ إذا كانت كل هذه التضحيات العراقية والدماء العراقيين وكل هذه الجرائم التي تم ارتكابها من قبل داعش والتنظيمات الإرهابية ما تمنع هذا النائب فلا يستطيع أحد أن يمنعه إذا أراد أن يسيء إلى هذه الجهة أو تلك الشريحة أو هذه المجموعة من الناس. هذا أمر معيب الحقيقة أن يصدر من أي نائب بغض النظر عن ماذا تتحدث لا أدري. لكن أقول ليس من حق أي نائب بل ليس من حق أي مواطن فضلا عن كان النائب باعتبار مسؤوليته أكبر
أن يدلي بمثل هذه التصريحات التي تسيء إلى شريحة معينة من العراقيين. أقول نعم. يفترض أن تكون هناك قوانين واضحة محددة تحاسب هذا النائب أو غيره. نعم لدينا يعني الأمر ليس متعلق بلجنة الثقافة والإعلام، الأمر متعلق برئاسة مجلس النواب، عليها أن تراقب مثل هذا النائب. ولكن أنتم لازم تشرعون هذه القوانين دكتور. الفتنة الطائفية ويحرض على الإرهاب يفترض أن يخرج من مجلس النواب. نعم. الدكتور محمد الطايع عضو مجلس النواب العراقي، شكرا لك ولتواصلك مع قناة هنا بغداد الفضائية، وتحياتنا لكل أهلنا وناسنا الطيبين في البصرة الفيحاء، وهذا من واجبكم الوطني المقدس أنه أنتم تشرعون هذه القوانين لمجلس النواب العراقي. شكرا لك. وطبعا بكلمة أخيرة أسمع من الدكتور هاشم، كلمة أخيرة قبل أن نختم البرنامج، شنو رأيك بالبرنامج وشو تحب تقول للشارع العراقي الشارع السياسي؟ البرنامج هو لحظة حقيقة للوضع العراقي الراهن. احنا شارع، لكن السؤال المهم انه هاي الاشارات انه تشتغل يحترمها المسؤول الكبير والمواطن العادي؟ احنا كاعلاميين نخلي يحترم دكتور. احنا كاعلاميين حضرتك استاذ سالم ودكتور محمد طايع واني وقناتنا بغداد نخلي المسؤول ان يحترم هذه الاشارات. القصد شنو؟ انه ماكو تجربة ديمقراطية تنزل تهبط من السماء. طبعا مقدسة أكيد. احنا بمرحلة انتقال وتنشئة، ولذلك يجب ان تكون القنوات الفضائية فيها ناس اعلاميين يمتلكون المهارة ويمتلكون رسالة للرقيب بالشعب وبوعيه، وتكون فعلا انه رقابة وصوت لمن لا صوت له بالحكومة او البرلمان. الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد، شكرا لك وشكرا لحضورك. حياك. وتواصلك مع قناة هنا بغداد الفضائية. وبكلمة أخيرة. نعم أنا أنطلق من موضوع المهارة اللي تحدث فيها. المهارة كانت تقتضي من حضرتك أن يعني تبقي النقاش في موضوع البرنامج. نعم. اللي أخبرنا عنه، لأن نساق إلى تشتت الموضوع وبالتالي ما طلعنا بحصيلة مفيدة للمشاهد. يعني هو الوقت لو يسمح لنا. مو الوقت، هو ممكن أساسا طرقنا مواضيع ما كان يجب أن تطرق. يعني مو مكان هذا، وأنا قلت لك أي صفة تتحدث أنا ما لي علاقة بأشياء أخرى. ثانيا الإعلام، ساحتنا الإعلامية تنقصها المهارة كما قال، وتنقصها الهوية. إعلام أغلبه بلا هوية، وهناك مزج بين الإعلام وبين البروباغاندا السياسية، وأغلب محطاتنا هي بروباغاندا سياسية تمثل أحزاب على عيني ورأسي. ممكن أن يكون لكل حزب قناة وسيلة إعلام، لكن هذا لا يعني أن تتخلى عن المهنية. الذي يحدث أنها لا تتمتع لا بالحرفية ولا بالمهنية. مستوى الأداء السبب لأن هناك في العقلية العراقية أن تابع لحزب يجب أن تكون تطبل للحزب فقط وتعمل بروباغاندا، وهذا خطأ كبير، لأن جمهورها سيكون محدود بمؤيدي هذا الحزب أو هذه الشخصية. تمام. وبالتالي لن يستطيعوا إيصال خطابهم إلى جمهور الآخر. هذا نقص في المهنية. ولكن أيضا دوركم كرقابة رجعنا مرة دون قلت لك أنا توضح القناة منظمة اللي نحتاجه بهذا الشارع مالي. طبعاً شرط مرور ذكي وحواسه تشتغل. لا 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 يتهم بكبح تكميم الأفواه وكبح الرئات. الأستاذ سالم مشكور، الكاتب والإعلام العراقي، شكرا لك وشكرا لحضورك. حياك الله. كل الشكر موصول لكم مشاهدين أحبة، ونتمنى أنه في آخر حلقات، ربما تكون آخر حلقات برنامج شارع السياسي، نتمنى لكم ونتمنى للجميع التوفيق، وايضا لمعد البرنامج رائد نبيل، والمخرج طبعا غيث الموسوي، والمخرج حيدر سعد، وكل ستاف العمل المصورين واداره القناه، كل الحب والتقدير. راح نلتقيكم ان شاء الله بالاربعاء القادم، ولكن في برنامج اخر جديد انتظرونا. غلقتون الشارع؟ اي سدينا الشارع. يا الله شو صار اربع حلقات.